بقى نكمل اخبارنا. زي ما قلنا عندنا مباراه في الدوري النهارده، وكمان عندنا مباراتين في غايه الاهميه في دور ال 16 من كاس مصر. بدايه بيراميدز عنده تحدي جديد امام الاتحاد السكندري، المباراه الاولى اللي هتتلعب في تمام السادسه والنصف مساء على استاد الاسكندريه، وبيسعى طبعا كل فريق بالتاكيد لحصد بطاقه التاهل لدور الثمانيه والاقتراب خطوه من اللقب. ايضا في مباراه ثانيه هتكون الساعه 9:30 ما بين سيراميكا والمقاولون العرب على استاد القاهره الدولي. لو هنرجع نتكلم عن بيراميدز، كان تاهل فريق بيراميدز الى دور ال 16 بعد الفوز على فريق رايا بنتيجه 2-0 في دور ال 32، اما الاتحاد السكندري فكان تاهل بعد الفوز على السكه الحديد بنتيجه 2-0 في الدور الاول. المباراه الثانيه زي ما قلنا المقاولون العرب مع سيراميكا في نفس الدور على استاد القاهره الدولي. المقاولين كان تأهل لدور ال 16 بعد الفوز في الدور الأول على فريق الحمام برباعية نظيفة، في حين تأهل فريق سيراميكا لثمن نهائي الكاس بعد فوزه في دور ال 32 على ديكيرنس بخماسية نظيفة. المقاولين النهارده هيفتقد لأربع عناصر مهمة جدا من لاعبي الفريق، محمد سيحة وأحمد فوزي وأحمد عاطف قطة وعمر فاي، وده طبعا لمشاركتهم في معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. وكان كابتن شوقي غريب المدير الفني للمقاولين حذر لاعبيه من مفاجآت الكاس قبل المواجهة المرتقبة، وطالبهم أيضا بضرورة استغلال الفرص والتركيز على اللمسة الأخيرة أمام المرمى.